السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سوف أتكلم اليوم عن موضوع جدا حساس في وضعنا الحالي، ألا وهو الأخبار الكاذبة في منصات التواصل الاجتماعي. وأول ما سأبدأ به هو تعريف الأخبار الزائفة. الأخبار الزائفة هي معلومات تتضمن نصوص، صور، فيديوهات أو صوتيات خاطئة أو مضللة يتم ترويجها بهدف خداع الجمهور، قراء، مشاهدون، مستمعون ومبحرون، وجعلهم يعتقدون بأنها معلومات موثوق بصحتها. ومن فئات الأخبار الزائفة مضامين صحيحة، أي أن أركان الخبر صحيحة ومن الممكن إثباتها بأدلة ووقائع، ومضامين انتقائية تتضمن عناصر معينة من القصة وتتجاهل أخرى، ومضامين خاطئة نشر مضامين خاطئة تماماً لا تمت إلى الحقيقة بصلة، ومضامين مضللة وهي استخدام مضلل المعلومات في غير سياقه، ومضامين تم التلاعب بها عندما يتلاعب بمعلومات أو تعديل أو فبركة الصور بهدف الخداع، مضامين الإثارة يتضمن الخبر عناصر مبالغة تستهدف جذب الانتباه وإثارة اهتمام القراء، إلا أن محتوى الخبر يكون في الحقيقة غير مرتبط بالادعاء أو بالعنوان، مضامين الانتحال، انتحال صفة مصادر حقيقية ونسب أقوال كاذبة لها، والمضامين الساخرة ليست هناك نية لإلحاق الأذى، إنما تبقى إمكانية الخداع قائمة، والتصريحات المجتزأة اقتطاع جزء من فيديو أو مقطع صوتي بهدف التضليل. ومن أسباب انتشار الأخبار الزائفة انتشار وسائل الاتصال الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، شكل مناخاً جيداً لانتشار الحسابات الوهمية والأخبار الزائفة والصور ومقاطع الفيديو المفبركة والمجتزأة من سياقها، وعدم خضوع وسائل التواصل الاجتماعي إلى الرقابة والتدقيق على غرار وسائل الإعلام التقليدية، وعدم إتاحة الأخبار بشكل سريع عبر منصات الإعلام التقليدية تسبب في لجوء الجمهور إلى مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومة. ومن غايات الأخبار الزائفة الدعاية، توجيه الرأي العام، نوايا التصويت، غايات تجارية، الترفيه والدعابة. ومن تأثير الأخبار الزائفة نقص مصداقية وسائل الإعلام، فقدان الجمهور ثقته بالأخبار المتداولة، تراجع قيمة الصحفي كفاعل مجتمعي، التأثير على الرأي العام وتوجيهه، زعزعة الأنظمة السياسية، سلب إرادة المتلقي. ويجب علينا التوقي من الأخبار الزائفة وهو عن طريق الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، وهو عبارة عن التطبيقات والمنصات، تطبيقات تتم تطويرها بشبكات اجتماعية، تطبيقات ومنصات طورتها مؤسسات إعلامية، تطبيقات ومنصات طورتها منظمات دولية ومؤسسات أكاديمية وجمعياتية. أعزائي، يعيش المجتمع اليوم في بيئة متسارعة، وعلى الرغم من اتساع العالم إلا أنه يعد قرية صغيرة لما شهدتها مجتمعاتنا اليوم من تطور في وسائل التواصل ووصول المعلومة والحصول على الخبر، وهذا الأمر زاد من عدد الباحثين ممن يغريهم الفضول بتتبع الأخبار ومعرفة آخر المستجدات، سواء أكانت على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد السياسي أو الرياضي وغيرها الكثير من مجالات الحياة المختلفة. هذا الأمر وعلى ما فيه من عظيم النفع والفائدة، إلا أنه قد وجد له من يستغله وينفث فيه سمومه، فقد استغل البعض هذا الانتشار بالترويج لأفكارهم التي يدعون أنها تستند إلى معلومات موثوقة، لكنها في حقيقة الأمر أخبار ملفقة تسهم في تدمير الكثير من الأسس والأفكار، والتي قد تصل إلى تدمير مجتمعات بكاملها تبعا لحجم التلفيق ووقته وأهدافه. إن هذا التقصد في الخبر لا شك وراءه ما وراءه من الأعداء والمضللين والمنتفعين، ونحن إذ نقف في هذا المنعطف علينا أن نكون أكثر وعيا وإدراكا إلى ما يدور من حولنا، وعلينا العمل للتثبت من كل ما يصل إلينا، وخصوصا إذا كان ما يبنى على هذا الأمر تغيير في أمور الحياة أو في طريق التحرك في الحياة. كما أن على الإنسان الواعي لحقيقة هذا الأمر ألا يكف مكتوف الأيدي إزاء ما يصل إليه من تزوير،
بل عليه أن يكون معول خيرا من أجل نشر الحقيقة وإظهار الصدق من الكذب، والعمل على مبدأ النصيحة لإثارة العقول وإنارتها بدل الاستمرار في الظلام والجهل. إن وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات الإعلامية وحرصها المتزايد على أن تكون في قلب الحدث أو ما يعرف بالسبق الصحفي، بغض النظر عن المصداقية والتثبت، أمر يجب الوقوف عنده والانتباه إلى مخاطره وأضراره. فالكثير من تلك المنصات التي تحمل أجنداتها الخاصة ويقف وراءها من يحركها من أجل العبث بمشاعر كثير من الأفراد وأمن مجتمعاتهم. فلنكن إخواني من يحمل شعار التنوير، ولنكن أصحاب المشاعر المضيئة في هذا الظلام والتخبط الذي عبث بنا شرقا وغربا، ولنكن كما قال شيوخنا حراسا للحضارة ومعاولا للبناء، لا يدا للهدم والتجهيل. فبكم تنهض الأمم ويرتفع شأنها وتعلو رايتها.